أسوأ من عمليات التهجير اغتصاب الأرض وتوطين الغرباء في مناطق كانت عامرة بأهلها قبل أن تطالهم مخططات التغيير الديموغرافي. هذا ما يحصل في كل بقعة سورية تصلها الأذرع الإيرانية. دمشق وريفها أكبر منطقتين تخضعان لتغيير ديموغرافي ممنهج يستهدف تغيير ملامح المدينة العريقة ومحاصرة سكانها بأحزمة طائفية استغلت الحرب ونزوح السكان لتحل مكانهم بدعم مباشر من نظام الأسد. منهم مضايا، زبداني، بلودان، وادي بردة، تل، يعني في بعض المناطق، أغلبية بعض المناطق في الغوطة الغربية قاموا بقطع أشجارها وبحرق أشجارها، طبعا المثمرة والغير المثمرة، واستحلال قطعي، يعني حتى قاموا بوضع من البيوت، يعني يبيعوا مالكانات بيوت، يبيعوا أراضي، يعني هاي الأرض مثال هني قصوها، بيبيعوا الأرض تبعها، بيستملكوها، بيستعمروها. ولا يقتصر الأمر على استملاك الميليشيات الإيرانية لعقارات النازحين، بل عمدت إلى تخريب المزارع وتقطيع الأشجار مدفوعة بعقلية همجية وروح انتقامية. استهدفت الغطاء الأخضر في الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق. قام الإيرانيين وحزب اللات بقطع الأشجار، بحرق الأشجار طبعا المثمرة، وقطع الأحراش، حرش بقين وحرش بلودان، ومنهم من بعض من حرقوا، ومنهم من بعض من استفادوا، يعني من باعوا ودروا، وقاموا بقطع الأشجار المثمرة لأهالي ريف دمشق، كالنجاص، كالتفاح، كالدراق، فباستبداد مكبر، بتهجير، باستعمار، بطبعا الإيرانيين وحزب الله. وتتركز عمليات استملاك العقارات في المناطق الحساسة بدمشق مثل دارية وست زينب والقابون وحرستة، حيث شهدت تلك المناطق بحسب شهادات الأهالي قيام تجار إيرانيين بشراء الأراضي، إما من النازح الذي يخشى العودة إلى منطقته أو من نظام الأسد الذي وضع يده على عقارات المعارضين والناشطين. النظام استجلب عائلات شيعية عراقية وإيرانية وحطها منطقة دارية، وفي كان تعامل بين تجار سوريين وتاجر إيراني حج عباس، أنا بعرف اسمه، اشترى كتل أبني كتير بحي المدرسة الشرعي، بحي المحكمة، بمنطقة دوار الباسل، بمنطقة فروج أبو كمال، هاي المنطقة كلها اشتراها بأسعار زهيدي، كون المهجر أنه ما بيحسن يرجع على منطقته ملاحق أمنيا. وبعرف كتير ناس موجودة بدارية حاولت توصل العقارات لبيوتها، فاكتشفت أنه بيوتها مسجلة بأسماء ناس إيرانيين وناس عراقيين احتلوا بيوتهم واخدوها. وحتى المناطق التي لم تصلها المعارك شهدت عمليات تغيير ديموغرافي بذريعة التنظيم الجديد وإزالة العشوائيات، بل إن الشاهد لحالة دمشق هذه الأيام يرى تغيرا جذريا بملامحها وهدما لإرثها الحضاري ودمغها بالصبغة الإيرانية.